First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh. سلم على أصحابك. حياتي إليكم يا فنانين. آخر أخباركم وش هي؟ الأخبار تاعنا رانا نطلعوا في عمل جديد إن شاء الله. هذه الكلمة. رانا نطلعوا في عمل جديد، احنا ماناش حابسين. عطينا شويه هذا والله غير مازال يعني كيما نقولوا انا الجماعه. من وين انا قايم بالعمل؟ لا لا احمد محواس. احمد محواس. والنص لمن؟ النص الكاتب هو نص عالمي. ايه نص عالمي. مترجم ولا كيفاه؟ مترجم للعربي. انتم اللي ترجمتوه؟ لا لا مترجم للعربي. ها؟ ترجم بالعربي الفصحى. ناويين تعرضوا؟ مازال ما طلعش. يعني انتم ماكم دايرين دايرين له على الاقل شهرين. اي سما 2023 ان شاء الله. قدا رانا في ديسمبر. ايه ديسمبر جانفي ربي ان شاء الله جانفي في ان شاء الله يكون العمل طالع جديد، عمل النص عالمي. انت الدور تاعك فيه شنو؟ مازال ما تحددش. النص كاين كلش كاين. مازلتوا ما لحقتوش الا واش يقولوا لها هذيك الطابله وما بديتوش؟ لا لا دير فوالا يسمى كيما نقولوا احنا جا النص وناقشناه وكل شيء وقضي حاجه ان شاء الله فيها خير. نسقسيك على سؤال يعني نسقسيك في سؤال كما قال المصري نسقسيك في سؤال. تفضل. الفنان فيكم. ايه. كيكون يخدم. ايه. هل يمارس فنه؟ سي نورمال يمارس فنه. لا لانه هل مثلا يكون عنده امر عائلي ما هو كذا ولكن يكون في العمل يخبي. شوف احنا ما نخلطوش. شوف احنا ما نخلطوش. ايه شغل الانسان درك كيما شاكله اللي عنده مشكل في الدار يخليه في الدار، راك فاهمه؟ صحيح. اللي عنده مشكل برا يخليه برا، احنا كي ندخلوا لاسان على الخشبه نديكاجيو كلش ندخلوا. شغل سفيان هذا جديد. صحيح هذه انا مفهمين عليها. تقمص شخصيه. تقمص شخصيه قراءه النص. هل هذه ممكن تاثر عليه في حياته اليوميه ولا ما تاثرش؟ لا ما يروحش معاه. مره على مره يروح مع شخصيه عجبته ولا عجبته ينوض لصحابه يتحرك ب والله غير. شوف احنا تقمص شوف احنا تقمص نظر روح. شوف احنا تقمص الشخصيه هذه تالمو تريبيتيها بزاف تريبيتيها تحفظها خلاص هاي. ايه. كليتها من بعد تولي شغل تقصر بها هذه الشخصيه هذه. ايه. ما تروحش معاها بعيد ايه بصح في الحياه اليوميه ممكن تستغل موقف وتدير موقف من مواقف هاني الشخصية. هاني درك انا تقريبا 12 مسرحيه 12 مسرحيه. ايه. هذه اللي درها يعني ولا مرة يعني رحت مع كاش مرة ما استغليت معرفتك بديك الشخصية واستغليتها بالحياة اليومية والو جامي. أنا فنان. إيه فنان كيشوفني على الخشبة حاجة وكيشوفني برا حاجة أخرى. أما أني هاني أنا نقول لك شوف أنا مثلا هاني كري. إيه لو كان جيت نستغل الفن وكذا منها راح عندي لوجه فاهم. زيد قول لي كم شيء قلت 12 عمل قلت لي 12 عمل مسرحية. وين الشخصية اللي كرهتها قمت بها وانت كرهتها؟ شوف انا عمي رشيد قول كاين شخصية تاع واحد فيهم درتها بصح شوف لا لا انا ولا غير شوف انا ولا غير حبيت الشخصية بتاعي. اوكي علاه؟ لانها ادوار كوميدية. ايه فاهم ادوار كوميدية خفيفة راك فاهم؟ ايه ايه نأديها بطريقة عادية نورمال ما كان حتى مشكل. من العمل اللي عرفتوه بزاف وألقى نجاح يعني. شوف كاين إمبراطورية الموت. قداش عرفتوه؟ هو تعرضت 50 مرة هو تعرضت فايت واحد 130 عام. ايه عرض والله. دور منا. كاين السفينة. ايه السفينة معروفة. ايه كاينة كيما هذه ثاني وجوه الخير مؤخرة اللي درناها تاع ستيل كاريكاتير. ايه كاين بالنسبة ليك تاع الاسم اللي قاعدوا عيطوا فيه الناس وينه؟ اللي شد الانتباه تاع الجمهور وعاد يعيطوا. هما ما يحفظوش الاسم يحفظوا كلمة تقولها. ايه وينها اللي يحفظها؟ شوف كاينة
شوف انا ما يعني كما نقولوا انا ما بصح كاينه في مسرحيه هذه تاع الشمس والغربال، كاين واحد المقطع هكذا يقول انا مانيش بيريمي. راك فاهم؟ ايه دوك الجمهور كي تخرج برا يولي يقول لك انا مانيش بيريمي. راك فاهم؟ صادير كلمه يشدها لك. تبقى يكون عندها رد فعل الجمهور. ايه شدها هذه تاع الاخر. تالي يعني معظم المسرحيات نتاعنا وين يعني الفنان تاع دوك نخرجوا ميدانك، وين الفنان المسرحي اللي يعجبك هنا في الجزائر؟ شوف يا اخي بيناتنا. بيناتنا. مش راح نشوفوا الناس. لا لا شوف بيناتنا شوف خلينا الناس هاي تشوف. أنا في الممثلين. نشتي الممثلين اللي تواضعوا. تواضع. دونك مثلا تلقى واحد ممثل بصح عاطي روحه مانيش عارف حاجة زايدة. احنا رانا كل في وين مثلا صلاح وقلوب لا صلاح بالعكس صلاح وقلوب متواضع. ايه نهضروا عليا على اساس انه متواضع. لا صلاح جينا هنا المسيده شوف انسان هذا كي تحبوا الناس ربي يحبوا. والله العكس اللي يحبوا ربي يحبوا. يعني انت تحب الناس المهم صحيح. اما الانسان هذاك اللي يتكبر بذاهلك توجور يقعد وحده، هذاك يقعد وحده. خلينا من متكبر، احنا هضرنا على اللي المحبوب. كاين فيهم وين هذوك الناس مال في الجزائر؟ اي في الجزائر. شوف كاينه قروت صويله. ايه كاين صويله الاخر تاع السنتين هذا. وين شكون حضري ولا تاع الجماعه تاع حضري؟ ما هو الزراري واحد اخر تاع باه ما نقولش في الاسماء انا نتاع اللي شوف كاين سويلة حقروت وكاين بعض كاين العمري كعوان. تاع سطيف كاين العمري كعوان. العمري كعوان هذاك هو شوف مطيش على ربي. ايه رايح هذاك. وهذاك وتشوف تاع انسان هايل عيسى ستوري عنتر. هذا الانسان هايل عنتر. شوف اسمع عنتر وعز الدين متجوبي وعبد القادر علولة وطيب الدهيمي. راك فاهم ولا؟ انا عندي عنتر وغيرهم من الممثلين. عنتر هذا وسويلة العمري والاخر تاع سطيف اللي مشي عليه دوكا العمري. العمري كعوان دوكا عالميا ولا مسرحيين. شوف في المسارح العالمية العربية ولا العربية. شوف نقول لك حاجة، كاين في المسارح العربية كاين سلم حداد اللي دار زير سالم. خلينا خلاص. كاين اللي مثل معاه كوليف. خلاص صحيح. هادو نابغه في المسرح. كاين المسرح السوري هذا. كاين في المسرح العربي هذا ثاني. كاين مثلا في المسرح مسرح تجاري احنا نقولوا هذا مسرح قومي تاع في مصر. كاين محمد حلبي. كاين عنيدي. محمد نجم الله يرحم ربي يرحمه. يوسف الشلبي. محمد صبحي. محمد صبحي ولا سعيد صالح وغيرهم. كاين ممثلين كبار. كاين هادو شوف هادو سمير غانم. هادو اللي خلوا لك لمسه. تربى المجتمع يعني لمده معينه. اسمع امل هذا الفنان اللي تكبر الزمن طفى الشمعه تاعو يولي ما يبانش. بصح هذاك اللي يخلي الضحك والناس تحبه وكذا ومنها هذاك توجور تلقاه محبوب الجماهير. بارك الله فيك. تدلنا نحبوك. ربي يعافيك عمي رشيد. وان شاء الله تشرفنا. اللهم امين. تشرف المسيله ان شاء الله. والله اسمع والله غير شوف احنا المسيله مشرفينا. الحمد لله. وانا موشني فنانين تاع ولايه المسيله مهمشين من السلطات. علاه مهمشين من السلطات؟ روحوا شوفوا مثلا يا اخي لا اله الا الله محمد رسول الله. دوكي مثلا فنان اعطى حياته للفن والمسيله. شوفوا راه عايش لك وراه كراي لك وراه كذا. اخي كي هو كي الناس اللي راه دايره دومون تاع السكنه ولا يعطوا له السكنه هذا مثلا يعطوا له السكنه. انا ما نهضرش على روحي. نهضر انا راني كراي. يحسنوا ظروفه. صحيت ما قال لكمش اعطوني دراهم. مي عطوا له سكن يسكن فيه ويسلك الكرا. كي هو كي اي مواطن داير دوسي تاع سكن. هما راهم يشوفوا. ما فهمتش انا الفنان هذا في ولايه المسيره ما فهمتش انا كيف راهم يشوفوا باللي راه واصل وعنده. ما لا 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 بالعكس. اسمع افقر فنانين العالم
هما فنانيه تاع الجيري، الجيري ماشي نقولوا الجزائر العاصمه، نقولوا الجزائر فقراء، فقراء خربي ايه فقراء، ما كانش يعني كيما نقولوا وريلي كاش واحد استاع بان وراح وربو وداير وما نشاو، كل الناس طبعا. تشكي اللي يموت بالمرض واللي يموت كدا والناس تجري به. فتح برباب، فتح برباب انا اللي راح تعالج في فرنسا وجابوا النعش، النعش هذاك اللي نورمالمون باش يرجع لفرنسا باسكو ديسيزيون ولا منا راك فاهم، والله غير ولاو يلموا باش 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 يجيبوها من فرنسا ويجيبوها كدا تمرميد تمرميد. اسمع الفنان الجزائري مرمد العام، مرمد حياته كل تمرميد يا ربي. شغل ماسون سون اسيرونس، شتي ماسون إيه؟ اللي بلا اسيرونس وكذا ومنها بلا شغل قانون فوالا لا تعطي له شغل المخلوق هذا، تعطي له حيط يبنيه والله يريبوه، هذا هو ماسون هكذاك، هذا هو الفنان في الجزائر. بارك الله هذا ماك. شوف كاينين غير رياليزاتور اللي راهم عايشين، اللي رياليزاتور المخرجين، كاين المخرجين وكاين لي بروديكتور، لي بروديكتور هذا تلقاه يروح يجيب بروجي بصح، والله المخرج ثاني يروح يزيد يجيب بروجي، ومن بعد داك الشيء مصدم الفنانين الممثلين سواء كان ممثل ولا موسيقي ولا هاي وراه قدوا الاعمال، قدوا الاعمال نايس احسن نايس معايا كان وراه ورده الجزائريه وراه المخلوق ها مات الناس تلملوا كذا ومنها وراح تدفنوا مي كانش مكان. شوف الفنان الجزائري لازم يكون عنده دونيتي ميتي يخدم به، والميتي هذاك شغل احنا نقولوا الموهبه هذه الا كش ما جا في الطريق وخلاص راك فاهم، كش ما جا في الطريق، اما لازم يكون عنده ميتي. الفنان الجزائري عندك 26 سنه، 26 سنه مدي 6 جوائز احسن ممثل من بينهم احسن عرض متكامل اللي ديناه مؤخرا في تيسم سيل وشارس الذهب، دينا احسن عرض متكامل دينا كما نقولوا جايس الكوبرا تاع المشارس الذهبي، قلت لك 12 مسرحيه، 12 مسرحيه المهم خادمين احنا. لا هو درك التياتر هذا ولا ميتي راه ما ولاش موهبه ولا ميتي يسمى رانا نكرشوا بصح انت تيرين انا مانيش فيريمي.